أنا أشوف كيف نسوي ألذ دجاج بالإير فراير بطريقة صحية وجميلة وقرمشة جميلة كذلك. شوف الإجرام كيف. أول شيء ننشف الدجاج، نبهر بالملح وبهارات الكيجن. استخدمت في الوصفة هذه فرن متعدد الاستخدام من باد ريق، تقدر تتحكم بالحرارة، تقدر تتحكم طريقة الطهي وسرعة المروحة. بحط على الاير فراير، حط الدجاج بالشبك وادخل الدجاج داخل الفرن واحط على خاصية الاير فراير لمدة 40 دقيقة على مروحة حرارة متوسطة. الان جهز الخضار، نحط البطاطس والثوم، احبه بالطريقة هذه. احط الملح والبهارات وزيت الزيتون، بعدها اقلبهم شوي. بعد 40 دقيقة احط الخضار وازيد 20 دقيقة بس. الان جهز الرز، احط فوقه زبدة بعد ما تنشف الموية وزيت زيتون، هذا يخليه نثري. وبعد 20 دقيقة يكون الطبق جاهز معنا. طبعا لطلب الفرن تستخدمون موقع نكش باستخدام الكود الخاص حقي، يجيكم خصم طيب إن شاء الله. الآن نرتب الصحن وندلعه، وعلينا وعليكم بألف عافية يا رب. تعالوا نشوف كيف نسوي ألذ قشط أو قشطة. أول شيء نذوب الزبدة تقريبا أصبع كامل، بعدين نحط حليب البودرة ونحركهم سوا. بعدها نضيف السميد ونحركهم كذلك سوا لما يتجانسون مع بعض، ونحط اللوز والسمسم. آخر شيء نحط كيلو تمر بدون العبس أو النوى ونحركهم سوا كلهم. آخر خطوة نضيف علبة قشطة كاملة ونحركها مع الخليط لما تختفي القشطة كاملة. وكذا تكون جاهزة معنا. ندلع الصحون هذه الصغيرة ونرتبها، وعلينا وعليكم بألف عافية يا رب. كيف نسوي ألذ برياني بأسرع طريقة وألذ طريقة؟ شوف الدجاج من جوا كيف مع عصرة الليمون، يا سلام. أول شيء نحط البهارات الصحيحة مع الزيت، خلي الزيت ياخذ النكهة صح. نحط البصل، بعدين الدجاج، أقلبه مع البصل بس شوي، بعدها أحط البهارات. الآن نحط الطماطم المعلب والبهارات، هذه بهارات البرياني. الآن حطيت بهارات البرياني، طبعاً أحب أستخدم بهارات جاهزة زي كذا في شركات كثير، هذه أحد الشركات، مو إعلان ولا شيء، بس هذه أحد الشركات. هذه شركة ثانية، من حماس شقيت العلبة، بس هذه شركات تلقونها في بقالات الصغيرة، ترى نكهتها ميب بشينة يعني لذيذة لذيذة. الحين حطيت عليه شوي موية وملح وخليه يطبخ وحركه بشويش بس لما تروح الموية تماما ويصير صوص ثقيل شوي. فأنا أحط زبادي علبة كاملة وشوي من صوص البرياني. هذا الآن زبادي، حطيت عليه شوي من مرقة الدجاج اللي أنا سويتها عشان ما يفصل علي، أخلطهم سوا بعدين أصبها عليه. نسلق الرز 8 دقائق بزيت وملح وبهارات صحيحة. الآن سوي طبقات، نحط الرز أول شيء، بعدين صوص البرياني، بعدها نضيف الكزبرة والنعناع مقطعين، هذا مرة مهمة،
نجيب العيد بعدين نحط الرز آخر طبقة فوق ونقفل 20 دقيقة. الآن يكون جاهز معنا ما شاء الله تبارك الله. وشوف الآن كيف طبقات الرز مع الصوص. نبدأ ندلع الصحن ونرتبه وعلينا وعليكم بألف عافية يا رب. قال وش أحسن من البرياني؟ قال حكاكة البرياني. تعالوا نشوف كيف نسوي ألذ ربيان بالفرن بنكهات جميلة. أول شيء نصف البصل، بعدين الربيان يكون قطع كبيرة، شرايح الثوم، بعدين ورق الليمون وورق الكاري. استخدمت رذاذ التحمير من لوربك، يعطي نكهة متميزة وتحمير متناسق وطعم طيب. الآن بحط الصويا صوص، بهارات الكيجن والملح والفلفل الأسود وربع كوب موية. ندخلها الفرن 20 دقيقة من فوق وتحت تتحمر وتعطينا اللون الجميل هذا. نجربها الآن وعلينا وعليكم بألف عافية يا رب.